السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين عربي. معنا واحد من افضل المواقع الجديدة اللي ممكن نكسب منها عملات رقمية. كل هدول الاشخاص عم يسحبوا من الموقع، هدول باليو اس دي تي، هدول بترون، هدول بالبيتكوين. شايفين اصدقائي كلها سحوبات مباشرة على المحفظة الوسيطة فوسيت باي. موقع كثير كويس، موقع بسيط وسهل جدا، رح نشرحه خلال هذا الفيديو ونقدم اثبات سحب منه على الفوسيت باي. طيب بسم الله نبدا. اول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك التسجيل رح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا اللينك مباشرة، أنا ما بستخدم أي روابط مختصرة، اللينك بيعطيك على المدونة الخاصة فيه. المدونة الخاصة فيه في رابط مباشرة، ضغطين أخي الكريم بتفتح معنا أي صفحة من الموقع. حط هون إيميل، باسورد محترمي، أرقام رموز حروف اللغة الإنجليزية، ونروح على كلمة ريجستر، بنضغط عليها بيكون الموقع أنشأ لنا حساب. إذا نحن عندنا حساب سابقا نفس الشيء، بنحط الإيميل والباسورد وبنعمل لوجن. طبعا الموقع بعتنا رسالة تأكيد على بريدنا الإلكتروني، ممكن نلاقيها بالبريد العشوائي أو الغير مرغوب فيه. في رابط او لينك بضغط عليه بتفعل الحساب وبصير جاهز للربح من هذا الموقع، وممكن ما يتطلب مني هاي الخطوه. طبعا اصدقائي هاي واجهه الموقع، من الداخل نحن بنجمع كوين، وهي الكوين نسحبها على المحفظه الوسيطه فوسيت بي. انا كيف بدي بلش اجمع هاي الكوين؟ اذا طلعنا بالصفحه لفوق عندنا مجموعه مميزه من طرق الربح. عندنا كلمه هون ايرن ماني تفتح لي مجموعه مميزه من طرق الربح. عندنا اول شيء هون بي تي سي او مشاهده الاعلانات، في اكثر من 25 اعلان يوميا وهذا شيء كثير منيح. هذا الاعلان ب 15 نقطة، هذا الاعلان ب 15 15 15. شايفين اصدقائي؟ بس بضغط على الاعلان فتح الاعلان بصفحة ثانية، بنتظر اكتمال العدات الرقمية، اعطاني كباتشا، بحط الارقام هون بالشكل الصحيح وبعمل تأكيد. طبعا هيك نحن كسبنا قيمة هذا الاعلان. صار فيني سكر النافذة المنبثقة اللي هي الصفحة الاعلانية وبتابع بقية الاعلانات بكسب منها. في عنا أصدقائي كمان شركات العروض، عنا الأوفر فور أول، عنا التايم أول، وعنا البيتكو تاسك. ثلاث شركات عروض كتير كويسة، فيها كل شيء ممكن تكسب منه من العروض، خاصة التايم أول نيو هاي باي. شايفين أصدقائي؟ يعني يدفع بشكل كتير كويس، والبيتكو تاسك كمان هاي باي بشكل كتير كويس. كمان عنا الإكسنتيف اللي هي الشركة اللي فيها ألعاب، إذا ضغطنا عليها داخل الإكسنتيف في عنا ألعاب. إذا رحنا لليتس بلاي كل 70 ثانية بيعطيني 25 كوين بنضافه برصيدي هون داخل الموقع، وفي عروض عادية من كلمة اوفر. في كل هاي العروض ممكن نكسب منها شيء كتير منيح، ممكن توصل المكسب ببعض هاي العروض لأكثر من 280 ألف نقطة. شايفين أصدقائي؟ كلها عروض منيحة، حتى هون كمان 500 ألف نقطة، هذا شيء كتير منيح، كلها عروض جيدة وممكن نأديها ونكسب منها. طبعا كمان هاي اللعبة سماش بارتي موجودة وممكن نكسب منها هاي القيم، بس تعمل النورمال مود 8. طبعا شايفين أصدقائي؟ بتاخذ كل هاي القيم، اللعب كتير كويسة. اذا عجبتك اضغط عليها، حملها من الرابط الموجود وبلش اشتغل، رح تكسب كمان شيء كتير منيح، وهي لعبة ممتعة انا منفذها من فترة طويلة. وفي كمان هدول العروض موجودين ممكن نأديهم ونكسب القيم الخاصة فيهم. كمان في فوسيت داخل اكسنتيف، في اعلانات وفي شغلات تاني. كمان داخل الموقع في عنا صنبور او فوسيت. طبعا الموقع بيقول لك مشان يحمي حاله من البوتات لازم اول شيء تتجاوز 5 روابط مختصرة مشان يسمح لك تشتغل على الصنبور. طبعا لانه في كتير بوتات بيشتغلوا على الانترنت خلال هاي الفتره وعم يضروا بالمواقع. يعني بطبيعه الحال عندنا كمان اخر شيء هون شورت لينك او روابط مختصره، اذا ضغطنا عليها موجود مجموعه كبيره من الروابط المختصره. موجود رابط الار اس شورت اكثر من 200 نقطه وهذا كثير منيح. موجود كمان روابط ثانيه ممكن ننفذها ونكسب القيم الخاصه فيها، لكن ركز اكثر شيء على الار اس شورت. عندك 20 محاوله كثير سهله، 6 صفحات بتجاوزهم ورا بعض، كلهم عليهم اعلانات فقط ادسنس، كتير سهلين بكسب منهم بطريقه جدا كويسه. كمان الموقع فيه ميزات تانية، عندنا هون تاسك، رح لاقي كمان مهمات داخل الموقع، ريجستريشن ويز اكتيفيتي 700 نقطه، 800 نقطه، 900 نقطه، 700 نقطه. يعني سجل بالموقع اللي بيعطيك اياه مع اكتيفيتي انك تشاهد بعض الاعلانات او اي شيء تاني، تمام، وتقدم الاثبات لادمن هذا الموقع، وبتنضاف عندك المهمه طبعا خلال فتره قصيره، طبعا برصيدك داخل هذا الموقع. كمان اصدقائي في بونوز بسيط داخل الموقع، هذا بيتكرر معك بشكل يومي. شاهد 20 رابط مختصر، 10 كمان اعلانات، بتاخذ هذا البونوز 300 نقطة بشكل يومي. في عندك كثير مسابقات، وحدة منهم بمليونين ونص كوين، كثير صعبة، لكن المسابقة انا شفت شروطها كثير صعبة لكن المكسب منها كثير قوي. طيب يلا نسحب من الموقع اصدقائي. لازم يكون ايميلك اللي انت سجلت فيه داخل هذا الموقع هو نفسه الايميل اللي انت بتستخدمه للفوشيت. بروح على ويزدرو، بحط الكميات، اقل شيء 2500، راح احط 2600 اللي معي، راح اختار من هون مثلا
بيتكوين تمام اصدقائي. اذا لقيت المحفظه فاضيه ما في اي مشكله استخدم طبعا عمله تانية، لكن دائما اغلبيه هاي المحافظ ملياني ولازم يظهر لك بهذا الشكل. انا وقت ضغطت عليها ظهرت لي بهذا الشكل، شايفين اصدقائي؟ لازم يظهر لك بهذا الشكل المربع هون مشان يتعرف سكريبت على الوسيله اللي انت اخترتها للسحب. اخترت هون بيتكوين، قال لي الموقع بيطلعوا 55 ساتوشي بيتكوين. بروح على ريكوست ويزدرو، بضغط عليها وبنتظر التحميل. طبعا دفع لي الموقع بشكل فوري، شايف اصدقائي بيد، اعطاني اياه هون هون، واعطاني هاي طبعا الكميات، واعطاني ايميل داخل الفوشيت بي. طبعا لا تنسى لازم تستخدم نفس الايميل وقت التسجيل. روح على الفوشيت بي، بحدث صفحة الدفعات داخل المحفظة الوسيطة فوشيت بي حتى شاهد الدفعة اللي وصلتني. هاي هي 55 ساتوشي بيتكوين، نورمال بيمنت، هذا هو التاريخ، هذا هو الموقع. موقع كثير كويس، طبعا من افضل المواقع الجديدة اللي ممكن نكسب منها عملات رقمية. كما راح احط لك اخي الكريم انا بصندوق الوصف مجموعة من المواقع مشابهة لهذا الموقع، كلها ممكن نكسب منها عملات رقمية بطريقة مجانية مع اثباتات السحب من هاي المواقع. كمان شرح كيفية انشاء محفظة او محفظة الفوشيت بي اذا انت ما عندك محفظة، كمان مشان تعرف تنشئ محفظة بطريقة جدا سهلة وبسيطة وآمنة. طبعا اصدقائي بدي اؤكد دائما اي سؤال عن مجال الربح من الانترنت بشكل عام، ربح العملات الرقمية الباير الفوشيت بي وغيرها، اكتب لي بالتعليقات وان شاء الله بنقدر نساعدكم. في النهاية لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا، فعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.